رمضان مبارك سعيد. اليوم غادي نوريكم طرق باش تعتنيو بالاظافر ديالكم من بعد الفطور. غادي نستعملوا طرق سهله واللي ما غاديش تضيع لينا الوقت. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نقصوا من الطول ديال الاظافر ديالنا. غادي نحتاجوا العليم والمقص ديال الظفر. اول حاجه كنبدا بها هي كنقص شويه من الطول ديال الظفر ديالي بالمقص باش ابخي نتحكم بلاطاي بلاليم. هاد الطريقه ماشي صحيحه بزاف، ولكن بالنسبه اللي ما عندهمش الوقت فهاد الطريقه هادي كتخلينا نربحوا الوقت بزاف، حيت الا بقينا غادي كنقصوا لا طيب لاليم تاخذ لنا الوقت بزاف. ابخي ما قطعنا ظفرنا فكندوزوا لاليم. المهم هو اننا نمشيو بحركه واحده سواء من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين باش نتفاداو ان ظفرنا يتهرسوا مع الوقت، وكنديروا الشكل اللي بغينا. ندوزو دابا ليطاب ديال لو بوليسواغ اولا التلميع. هاد لو برودوي كيخلي لنا الاظافر ديالنا من اون سيرفاس اللي حرشه ومتدرجه لاون سيرفاس كتلمع وكتبري بحال دايرين لاباز. كيف ما كتشوفوا لو برودوي كيجي مرقم، ويلا تبعنا لي زيتاب غادي نحصلوا على نتيجه جد طبيعيه. هاد المرحله كتبقى اختياريه، ولكن من الاحسن نحيدو كاع الشعيرات اللي كتكون عندنا في الاصابع ديالنا. واخا كتكون صغيره غادي تبين يدينا نقيه وغادي تبرز الجمال ديالها. ندوزو دابا لمرحله لي كوتيكول اللي هي ديك الجليده اللي كتكون عندنا في التحت ديال الظفر ديالنا، وخاصنا ولا بد ندفعوها وما نحيدوهاش. لذلك ستكون مرطبه من قبل بزيت بحال زيت اللوز او زيت خاصه، وغادي نستعملوا لها عود او اداه باش يمكن لينا ندفعوها. الا ما كانوش متوفرين عندكم هاد المواد يمكن لكم تستعملوا الماء يكون دافي او سخون، ترطبوا فيهم يديكم بشويه ديال الوقت وتدفعوا ديك الجليده غير بظفاركم بشويه. وباش نبيضوا ظفرنا ما كاين ما احسن من الحامض والملحه. كنفركوا بهم ظفرنا شويه ومن بعد كنغسلوهم. يمكن لكم تشوفوا لي فيديو ديالي اون بار دانفو على طرق اخرى باش تبيضوا يديكم وحتى ظفاركم وكيفاش تعتنيوا بهم. جيسبر كو لا فيديو ديالي ما تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنساوش تخليو ليا دي كومونتير باش نعرف لي زافي ديالكم، وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم ديما الجديد. يا تري بيانتو.